صراحة قالت لي إنها ما ينفع تكملوا مع بعض. عمتي أبي أشوف ريما والحين. أنا ما أبي أشوفك. ريما عيب، عيب اللي صار فيني يما. ريما إذا في شيء بقلبك لازم تواجهيني، مو تتجاهليني وما تردين على اتصالاتي من أمس. إي ما أنام، وترى والي أنت تدري زين ليش أنا زعلانة وما أبي أكمل معك. لا ما أدري، لا غلط عليك ولا أني ريال راعي خرابيط. مو بس هذه الأسباب اللي تخلي الوحدة تعوف الواحد. شنو الأسباب فهميني؟ بغض النظر عن كل الأسباب، أول الزواج خدعة، وأنا عرفت إن شبكتي فالصو مثل حبك لي. هذا المحل أكيد هو اللي غشنا. ريما فعليك يعني أنا بغشك؟ بعدين حتى لو صار الشيء هذا أنا شنو ذنبي؟ المحل لما يبيعك شيء ثمين يعطيك عليه شهادة، أنت ورني الشهادة وهني تطلع براءة. الحين يعني أي وهم، أنا ولا الذهب؟ الشبكة ما تهمني، لكن أنا يهمني الاستغفال، وأنا ما أحب أحد يستغفر. يعني ما منك أمل ريما؟ أبد. ريما حبيبتي توكم بداية المشوار، عطيه فرصة يمكن يكون صاج. عمتي لو سمحتي أنا ما أتحمل زوج تتكلمني بالطريقة هذه. وأنا ما أتحمل واحد يشتريني بالرخيص. دام السالفة كذي أمي تقول إنك ماخذة طقمها، وينه؟ أنت جاية هني علشان طقم أمك صح؟ إي نعم عدل، أخذته ومتعمدة. أقول عن الحكي الزايد وعطيني طقم أمي يلا. شفتي يمه؟ جاية عشان ياخذ طقم أمه. آسفة، ماني رادته. تفضلي. لو سمحت عندي طقم أبي أبيعه. إن شاء الله، ممكن أشوفه؟ إي أكيد. بسم الله. أفضل خلينا عندنا عشان المختص في الألماس يفحصها عدل ونعطيك السعر المضبوط. يعني أمنة عندك؟ إيه عادي أختي لا تحاتين. إن شاء الله. زين متى ترد لي خبر؟ باكر إن شاء الله. أنا أدري إن هذه أول صدمة تمر في حياتك، بس كل ما بكرت الصدمات كل ما نضجنا أكثر وأكثر. ما كنت أبي أتعلم درس على حساب مستقبلي. بسم الله الرحمن الرحيم، مستقبلك توه ما بدأ حبيبتي. لا مشكلة تحمود نهاية حياتك ولا سوء اختيارنا نهاية حياتنا. بس أنا أحس إن اللي صار هو نهاية حياتي. صدق استعجلت، ليتني سمعت كلامكم. يعني وحدة تنفصل بعمر صغير، منو بيتزوجها بعدين؟ انت للحين ما فصلتي. خلينا من هالموضوع وخلينا بالأهم. احنا اتفقنا ان نحل مشكلة حمود مثل ما وعدتيني انك بتردين الطقم صح؟ ايه صح اكيد يما اكيد.